كل الحب والتحية لكل من بادر لمنتخب اليمن وجادوا بالهدايا وتفاصيل، وقرأنا بمواقع التواصل الاجتماعي عن حديث كبير جدا. في هذه النقطة تحديدا أنا أحب أوجه، بس أكمل رسالتي إذا سمحت لي. شكرا لكم يا أهل العراق، هذا المعهود ضيوفنا هم أهلنا، واليمن عزيزة علينا ويربطنا دم وقرابة وأخوة، وأشقائنا واللي مر بيهم مر بينا سابقا، وإن شاء الله هي أزمة وتعدي وتعود الحياة من جديد، ويعود هذا البلد آمنا مستقرا ينعم أهله بالحياة. احنا ككادر برنامج كورة ومؤسسة الفرات باسم الشعب العراقي بادرنا وشحننا مواد من بغداد إلى البصرة، تجهيزات كاملة إلى منتخب اليمن، هدية وتقدير عن حبنا واحترامنا لقدومهم إلى البصرة ومشاركتهم فرحتنا بهذه المحافظة العزيزة وبالعرس الكروي. لكن يبدو أن هناك قرار رسمي وحكومي بعدم تقبل أي هدية من أي جهة معنية، لكن هي مبادرة الشعب العراقي وقلوبهم وترحيبهم هو أكبر هدية نقدمها لكل الضيوف اللي إجوا إلى البصرة. والحديث لأستاذ عادل خير من يمثل هذا البلد اليمن ومنتخب اليمن عن الموضوع، تفضل أستاذ. أخي الكريم، اليمن بخير وإن شاء الله دوم منتخب بخير. اليمن بخير إن شاء الله، كل ما يحتاج المنتخب اليمني تم توفيره. طبعا هناك قرار مؤكد من إدارة الاتحاد اليمني. أولا الشكر والتقدير لكل من تفاعل مع المنتخب اليمني، وهذا يعني هي دافع أخوة. لنطمن الجميع، منتخب اليمن بخير إن شاء الله، وما زلنا بخير، وإن شاء الله إنه المنتخب اليمني يبيض وجوهنا.